اوكي، انا فقير، هاد الحياة اللي عايشة، الدار قاع مهرسة، العناكب ولاو عايشين معايا، حتى داري بالدير تاول، السرير كله موسخ عبر جراثيم. جاني الجوع، نقلب على الفطور. كاين الخبز، يلا عناكل غير نصها. بسم الله، نسيت ما قلتش بسم الله. عناكل نصها وغادي نحط النص باش ناكلو في العشاء. ولكن ولات كضرني كرشي من الماكلة اللي كناكلها ديما. نمشي نشوف، ندير دورة جولة إلى بغاو يعطيوني منك. الدار هادي كبيرة بزاف، مولاها غني بزاف، لا تمشي تسولو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه، حل. وعليكم السلام. وعليكم السلام. انا جاي نطلب منك المساعدة، انا ساكن، راه هي داري لهي، انا جارك وفقير وما عندي والو، قلت غادي تعاوني. وانا مالي، انا سير خدم براسك. ولكن راه ما لقيتش خدمة، راه عامين انا كنقلب على خدمة وما لقيتش. سوق هذاك، انا ما سوقيش. صافي صافي، ما تضربش ما تضربش، جر عليا، قلت غادي يعطيني شي حاجة، انا جار ولكن جر عليا. غادي نستراح شوية ومورا نعاود نمشي عنده. شحال وانا ناعس، انا كنت عطلت من نعاس شوية، غيكون جاري توا باقي ناعس يمكن. لا لا، الوقت معطل دابا، الشمس طالعة. صافي عندي نمشي نعاود نسولو، يا ربي قبل يعطيني شي حاجة. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شكون هاد اللي فايقني؟ السلام عليكم. هاديك يا ولد الفقير العوشاني. السلام عليكم. عفاك عفاك، انا غادي نموت من الجوع دابا، يعني كنبقى ناكل غير الخبز، وضراتني كرشي من الخبز في الفطور وغدا وعشا. عفاك عفاك، عطيني شي حاجه. اسمع، نعم، خدمك عندي بصح، ولكن فاش غادي نخدم؟ فاش غادي نخدم؟ غادي تولي تشطب لي الدار وتسخر لي وداك الشيء، ولكن الا لقيت شي فرصه. دار كبيره، واو شحال كبيره الدار. اسمح لي اسمح لي اسمح لي، اشنو قلتي الخدمه؟ اشنو قلتي الخدمه؟ غير بحال العبيد ديالي. صافي صافي، الا شفت شي حاجه ولا دار شي حاجه بلا ما نقولها لك غنقول لك، ولا غنتصل بالشرطه ديوك. واخا، كي شنو غنخدم؟ شنو نبدا الخدمه من دابا؟ يلا دخل شطب لي الدار، جيب ناموسيس المقدوره، حطها في بلاصه بعيده على الناموسيس الفخمه. واخا، اش كيعامل لي بالطريقه هادي؟ علاش؟ يلا غادي نمشي، الحمد لله بعد لقيت خدمه. السلام عليكم، نقدر ندخل؟ دخل دخل يا الفقير دخل. أوكي. فين نحط الناموسيه؟ نحط حدا التلفازه؟ لا، توسخ لي التلفاز الفخمه، حطها حدا الحوت هنايا فهاد القنت. ايه نعم، ولكن الماء بارد هنايا وغادي نحس بالبرد. الا بغيتي تخرج بحال هادشي وما كاين لا الخدمه لا والو. صافي صافي، ماشي مشكل. صافي يلا، نقدر نبدا الخدمه من دابا، ولكن بغيت نسولك قبل ما نبدا. شحال يكون الراتب ديالي في اليوم؟ ما كاينش اليوم، انا نعطيك كل 3 ايام وحب الدايموند. عطافك، خلي لي باليوم واحد دايموند في اليوم. عافاك، ولكن خاصك تخدم مزيان. غنخدم مزيان، انا غادي نشطب، غادي نجيب لك تسخرني، نجيب الماكله اللي بغيتي. وفي الليل مره مره شوف واش كاين شي واحد شي جفار حدا الليل، ولا شي نهار تفرط لي شي حاجه ولا اي حاجه غنسبيها فيك نتايا. صافي، فقير تقدر تعطيني غير شي حاجه ناكلها في الجوع؟ لا، غتاكل العشاء العشاء. صافي صافي، واخا انا غنبدا في الخدمه، انا غنبدا نقي. اجي اجي بعد قبل ما تكمل خدمتك العارفه. نعم، نقدر نحل الصندوق نشوف واش كيف الصندوق.
صافي صافي ما قصتوش. صافي صافي اسمح لي. هاك سير جيب لينا الدجاج من الحامون من ناكلو الليلة. واخا يلا انا نمشي. ولكن ستاك دياموند كامل، ستاك دياموند كامل. انت مالك كنتي خدام عليه؟ سير في حالك سير. واخا صافي اسمح لي اسمح لي انا نمشي نجيب لك ود. بعدا واش نجيب الدجاج بوحدو ولا اللحم وحوتو؟ واخيرا نايل هاد الماكلة كلها غادي تكمل. السلام عليكم، انا جبت الماكلة اللي بغيتي. وعليكم السلام. هاك هاي. ولكن علاش تعطلتي؟ علاش؟ وانا المحلات مسدودين ومشيت بقرية بعيدة باش نجيب الماكلة. ما سوقيش انا، انت خدام عندي خلاص اي حاجة نقولها لك توجد. ما سوقيش فيك. صافي يلا اسمح لي. انا دابا شنو غادي تعطيني ناكل شي حاجة قبل ما الناس؟ شد هادشي صافي. هذا اللحم ما طايبش. هاد اللحم ما سوقيش طيب. ونشوف نشوف الدين. امشي الناس انا من هاد الماء. واه هاد اللحم منين ما ذقتوش؟ انا غادي نعس من بعد ما عييت في الخدمه. صباح الخير. صباح الخير. قلت الفقير شد الدار باقا موسخه دغيا بدا في الخدمه. صافي يلا اسمح لي يلا. لكن يلا نبدا الخدمه. اش خليت تجي نخدم في هذا المخدم؟ الفطور سيدي 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 سيدي. شنو بغيتي؟ انا كملت التنقية ديال الدار. شوف كي ولات دابا نجيب لك الفطور من المحل. تقش عفط على الاريكه الفخمه برجليك الموسخين. صافي اسمح لي. ولكن واحد الحاجه ما عطيتينيش الاجره ديالي ديال البارح. اي انا نعطيك الفقير. ولكن تقش امرني انا اللي كنت اي حاجه بغيت نديرها غنديرها. صافي يلا اسمح لي. يلا سيدي عطيني نجيب لك الماكلة. استنى الفقير بعد نعطيك الأجرة ديالي. اوكي شكرا شكرا. كتلمع يا شحال فقير دايما نتوما فرحانين بيها. شكرا شكرا عنجيب لك داكشي اللي بغيتي. استنى دايما كيف هادي شافت يا مون. واه اسمح لي اسمح لي. شحال مرة قلت لك اسمح لي الصندوق؟ اسمح لي والله غير الغلط غير بالغلط. شوف انا اش عندي. صافي اسمح لي والله ما بقى نعاود. راه عطاني منك عطاني نجيب لك داك الفطور. هاك ستاك دياموند. يلا اش غنجيب؟ شنو بغيتيني نجيب لك؟ جيب لينا خبز وكيكة واللي كان الكيك والخبز. اه اوكي انا امشي. وشوية العشاء. واخ اخيرا جيت جبت الماكلة ناري. جيت كل اللي فازق بالشتا. سيدي انا جبت لك الماكلة. وسخ شي الدار الفخمة. شوف كاع فازق. صافي انا عندي انا نشطبها. صافي بني الماكله وخرج برا. واخا يلا هاك الماكله. بني الماكله وخرج برا تتمشى. صافي راه ما غاديش نشف في الشتا اصلا. يلا بقى هنا بقى هنا ما تخسرش ليا الدار. واخا انا نجي نعطي الماكله ديال الماكله شافت عليا. تعطيني شويه من الماكله. هاك تعيرو صافي يا ناس. يلا انا غادي ناكل هنايا.
اوه الحمد لله شبعت. صافي انا شفت نقدر ندخل نعس. شكرا. حس بالبرد. يلا الحمد لله بعد ما لقيت خدمه. ما عرفتش بان داك الغني جرى عليا من الدار، وكان كان باين فيه معصب، جرى عليا من الدار وتنى موسيتي ما خلانيش ناخدها. ما عرفتش علاش دابا نعست في الارض، داري كله ضرني، ولكن الحمد لله قدرت انني نجمع هاد الفلوس كاملين من بعد تعب ديال 10 سنين في الخدمه. ناخدهم ونمشي ندير جوله في القريه. انا اللي خديت الفلوس. يمكن كنفكر انني نبدل دايره البلوكات، دايره البلوكات دياموند. كاين بلاتي ندير جوله في القريه. بسم الله. ما قرية ما تبدل فيها من والو من 10 سنين. مالك مالك اش طارك؟ انت هو الغني اللي كنتي ساكن في داك الدار. اش طرا ليك؟ اش طرا ليك؟ عندي دويم، عندي عصابة خطيرة وما باغي يقتلوني. يمكن يقدروا في اي لحظة يجيو للدار يقتلوني. شفت الشجرة مع وقع عندي كاع الفلوس اللي كان عندي بسبب التحذير. صافي انا اعطيك عندي لك واحد العرض. غادي نخلص كاع الديون اللي عليك، غادي نخلصهم، ولكن غادي ناخد هاد الدار هادي وكل شيء اللي فيها. انا اعطيك داري القديمه فابور، وما تخافش ما ننساكش، غادي تولي تجي تخدم عندي حتى، وانا نعطيك بلوكا دياموند في النهار بلاصه الدياموند الوحده. غتخدم كيف ما كنت انا خدام 10 سنين. شتي كنت كنقول لك ما تبقاش تبدر. انت ندمتي دابا. انا بقيت كنجمع الفلوس ديال 10 سنين في الخدمه. يلا 10 سنين الخدمه كلهم كنجمعهم، كنجمع في دوك الفلوس اللي كتعطيني. وتجمع الجميع كاملين وغتعاوني. شكرا شكرا. كيف ما سمعتي غادي غنقول لك الشروط. غادي ناخذ الدار وغادي ناخذ كاع داكشي اللي فيها، ولكن ما تخافش غنعطيك داري القديمه تسكن فيها، وغنشري لك ناموسيه جديده باش ما تمرضش بحالي من دوك التعفن ديال ناموسيتي القديمه. وهنعطيك بلوكا دياموند في بلاصه دياموند في النهار. صافي شكرا شكرا. يلا هاك انا نعطيك الفلوس دابا وسير خلص الديون ديالك. صافي هادشي يكفيك. صافي شكرا شكرا. يلا سير خلص الديون ديالك. تسناني نمشي مع اجي اجي اجي. بغيت نقول لك شي حاجه. فين هي العصابه اللي غتخلص عدد الديون؟ كاينه في هذيك القريه اللي ليه المجاوره هذيك اللي يلا دخل 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 تخبى على الشتا. دخل تخبى على الشتا. يلا سير خلص الديون ديالك. وهاك هاكا الناموسية هادي في بلاصة الناموسية القديمة. عاد بغيتي تنعس معايا هنايا عاد تنعس، بغيتي تنعس في الدار القديمة تنعس فيها. وواحد الحاجة، أنا غير شفقت عليك غادي نحيد هاد الناموسية هادي حيت كتجيب أمراض هادي، وغادي تولي تنعس حدايا هنا. صافي شكرا شكرا. يلا سير خلص الديون ديالك. ما خصنيش الا كنتي شرير، انا ما خصنيش تكون شرير بحالك. يلا يلا سير خلص الديون ديالك وخليني انا نعس شويه.